أنا المشاهدي الكرام مشاهدي أنفاس بريس، معنا في حلقة جديدة من برنامج ضيف أنفاس بريس. ضيفة اليوم هي الأستاذة المحامية عائشة القلاع، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء وأيضا رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. أستاذة عائشة القلاع أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا سي منير وشكرا على الاستضافة. شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا دائما في شتنبر الدخول السياسي والدخول الاجتماعي، مش ممكن تكلم حتى الدخول الحقوقي صح التعبير؟ ايه طبعا، في عمق الدخول السياسي والاجتماعي كاين كذلك يعني واحد الانطلاقة حقوقية. اليوم كنظن المجتمع المدني كاين مجموعة ديال المطالب الحقوقية من أجل النهوض بحقوق الإنسان طبعا في بلادنا، وتطوير المنظومة وملائمة القوانين الوطنية مع الشرعة الدولية، ولكن خاصة بعد الخطاب الملكي حول مدونة الأسرة واللي خدت واحد الحيز كبير. كنظن بأن المجتمع المدني الحقوقي النسائي والحقوقي عامة غتكون واحد الانطلاقة جديدة، وهذا كان مطلب ديالنا منذ سنوات بعد يعني الممارسة العملية وتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة. ظهرت مجموعة ديال الاختلالات النواقص في هذا القانون اللي 18 سنة وحنا كنطبقوا في يعني على الحياة الأسرية ديالنا والاجتماعية، وبالتالي كنظن هذه انطلاقة أساسية فيما يخص. هناك كذلك مجموعة ديال المواضيع الأخرى التي ستكون موضوع نقاش، اللي كانت ولا تزال في المجال الحقوقي، لا سواء بالنسبة للمهاجرين، واليوم كاين نقاش حقيقي فيما يخص يعني تكريس وضعيتهم أو تعزيز مساهمتهم في الحياة السياسية كما كيساهموا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ديال البلاد. هناك مجموعة المعطيات اللي ظهرت من بعد كوفيد وظهرت من بعد الأزمات والأزمة الاقتصادية والمشاكل اللي كيعيشها المجتمع من بعد الحرب كذلك، والمشاكل الاجتماعية اللي كتظهر لك مجموعة ديال الانتظارات اللي في مجموعة الميادين. ولكن احنا كنظن هذه فرصة يعني حقيقية لمناقشة قانون أساسي اللي هو مدونة الأسرة، واللي عنده يعني تشعبات كثيرة في قوانين أخرى طبعاً، اللي من ضمنها حماية النساء من العنف، حماية النساء من كل المظاهر الاقتصادي واجتماعي او نفسي او جميع مظاهر العنف داخل المجتمع. مادام انك تتكلموا على يعني العنف ضد النساء داخل المجتمع، برز خلال هذا الاسبوع هذا واحد جوج ديال القضايا اللي كتبرز واحد نوع من العنف الجنسي ان صح التعبير ضد مغربيات. الحاله الاولى ديال ممثل المكتب الاسرائيلي في المغرب في الرباط قفرين، والحاله الثانيه ديال هاد التلميذات في احدى الثانويات هنا في الدار البيضاء. انتم داخل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، كيفاش تلقيتوا هذا الأمر هذا؟ طبعا الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تأسست أساسا لهذا الهدف اللي هو حماية والدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية. يمكن هناك قضايا اللي كما قلت مرارا كتستقطب اهتمام الرأي العام، سواء أنتم كصحافة أو الرأي العام بشكل عام، ولكن ضحايا الاعتداءات الجنسية كما هم في المجتمع المغربي كاينين في المجتمعات كلها. يعني الاعتداءات الجنسية مسألة اللي هي يعني من نتاج العلاقات الاجتماعية داخل أي مجتمع، طبعا كيأثر في ارتفاع نسبتها من انخفاضه من الوعي داخل المجتمع، من يعني المهام اللي كتمارسها المدرسة، كل المؤسسات الاجتماعية، الجمعيات، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، يعني كل الفاعلين سواء سياسيين ومدنيين، وكذلك المشرع بالمقتضيات القانونية اللي واش حقيقة كتحقق لنا الردع العام والخاص من خلال يعني العقوبات، سواء الحرمان من الحرية أو الغرامات، العقوبات المادية إلى غير ذلك.
هذه جرائم اللي موجوده داخل المجتمع. يمكن الممثل ديال مكتب الاتصال الاسرائيلي كتحضى لان هذا مكتب الاتصال الاسرائيلي، او لا قضيه ديال المدرسه كيكون فيها مجموعه ديال الضحايا خاصه القاصرات كتثير الاهتمام. ولكن الجمعيه المغربيه طبعا مبدا اساسي ديالها والهدف الاساسي ديالها هو انها كتدافع وكتناضل من اجل حمايه والدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسيه، وماشي في كل مره غادي تصدر بيان من اجل واحد القضيه ولا واحد الملف، خصوصا انها كتكون في طور التحقيق طبعا. والجمعيه الموقف ديالها واضح من كل قضايا الاعتداءات الجنسيه، فقط كل حاله كيبقى يعني على حسب الحالات. اذا اخذنا الحاله ديال التحرش الجنسي اللي اليوم كنسمعوا ليه وكنقراو فقط في الصحافه، يعني ما عندناش حتى كتقصدين ديال مكتب الاتصال الاسرائيلي يعني قلت شي حاجه انا؟ لا لا انا فعلا الاسرائيلي ما قلتش فلسطين، حيت واخا تكون في السفاره الفلسطينيه او تكون في اي انا الموقف لا الموقف ديال الجمعيه هو حمايه والدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسيه، سواء مصاحبتهم او لا من اجل الترافع او لا مواكبتهم الى غير ذلك فيما يخص الملفات. ثم كتشوفوا راه تبعتوا معنا الملف ديال الرجل الاعمال الفرنسي جاك بوتي الى غير ذلك. كاين ملفات اللي كتحظى بالاهتمام، ولكن مع العلم ان هناك ملفات اخرى كنوبوا فيها اليوم ومصاحبين الضحايا وعائلاتهم وما حضرتش بالاهتمام. يعني كاين في مراكش، كاين في المحمديه، كاين في الخميسات، كاين ملفات عاديه، ولكن الجمعيه من خلال الاتصال ديال الضحايا او العائله الضحايا كتطلع طبعا على الملف وكتقرر واش غادي تبنى ولا ما تبناش على حسب كل حاله، واش فعلا ضحيه اعتداء جنسي ولا ماشي ضحيه اعتداء جنسي. لان لكن الا رجعنا لهذا الملف ديال هذا الممثل مكتب الاتصال الاسرائيلي، لحد الان ما كاينش ضحايا. طبعا واش هو خوف من الظهور طبعا هذا هو الاشكال. دابا الان اللي يعني من خلال تتبعنا المجريات هذا الملف، كاين هناك جريده اسرائيليه هي اللي نشرت الخبر، والصحافه المغربيه كتبني على هذا الخبر وما ينشر فيه. وبالتالي اليوم الى حدود الساعه ما عندناش ضحايا قدموا شكايات او لا ضحايا اتصلوا بجمعيات حقوقيه، لانه ماشي فقط الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا اللي معنيه، كل الجمعيات الحقوقيه، لان هذا عنف جنسي والحقوقي ماشي هو الفاعل السياسي. الحقوقي المبدا ديالو والمجال ديال حقوق الانسان كما قلنا شاسع وثري، بمعنى الحقوقي يدافع على المبدا اللي هو حقوق الانسان، حقوق الحقوق الانسانيه للانسان. وبالتالي اي جمعيه حقوقيه هي معنيه وليس فقط الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا. ثانيا هناك اجراءات ومقتضيات اللي خصها تسلك الى حدود الساعه ما عندناش ضحايا على الاقل لا في لي ريزو سوسيو ولا في صحافه مكتوبه ولا في صحافه مقروءه ولا يعني ما كاينش، كيصعب حتى تتواصل معهم باش تعرف الحقيقه ديال الامور، كاين فقط ما ينشر. وهذا ممثل مركز الاتصال الاسرائيلي المحامي ديالو راه نشر شي جواب اللي صيفطوا للخارجيه الاسرائيليه، ولكن انا كنتمنى من خلال يعني هذا اللقاء ان الضحايا يتشجعوا باش يبلغوا. عندنا اشكال حقيقي ديال الخوف، لان طبيعي ضحيه الاعتداء الجنسي وخاصه ملي كيكون في مواجهه شخص معروف، مواجهه مسؤول، مواجهه رجل اعمال عنده امكانيات وعنده علاقات وعنده كيزيد الخوف، بالاضافه للخوف النفسي من الفعل الجرمي وتداعيات واضرار الفعل الجرمي كيولي عنده خوف من المجتمع وخوف من ان الانتصاف ما توصلش لهذا المطلب ديالها. كيف ممكن نتكلموا على نصائح لازاله الخوف من هذه الضحايا؟ واش كتكون متابعه نفسيه ولا مواكبه ولا تحسيس؟ طبعا حنا كنديروا، ما عندكمش في البرنامج انتم هذا الامر؟ لا عندنا دابا مع الاسف كاين جمعيات اللي سبقتنا في هذا المجال، ولكن في اطار مناهضه العنف ضد النساء او للاطفال.
كيتم الاستماع لهم طبعا باش توضع الاطار ديال القضيه ديال كل ضحيه، واش اعتداء جنسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا طرد من البيت ولا عنف زوجي ولا كل حاله عندها يعني على حسب ملابسات وحيتيات كل. ثانيا من بعد الاستماع كتقرر اذا كانت ضحيه اعتداء جنسي راه كتبنى الملف، وعلى حسب كل حاله، كاين الحاله اللي كتحتاج متابعه نفسيه، وكاين الحاجه اللي الحاله اللي كتحتاج متابعه قضائيه كتكلف محامي او لا، على حسب امكانياتنا. حنا اغلب المحامين اللي تكلفوا بملفاتهم اعضاء الجمعيه، لانه طبعا الجمعيه في بدايتها يعني كنتحملوا من مواردنا الذاتيه الان باش نوعوا الضحايا، ولكن كنظن هاد الملفات اللي بدات ديال ضحايا الاعتداءات الجنسيه اللي كانت معروضه على القضاء بدات كتشجع الضحايا انهم يجهروا ويبوحوا ويبلغوا بالاعتداءات الجنسيه، ما بقاوش كيخجلوا من انهم ضحايا اعتداءات جنسيه. فقط كاين حالات طبعا، هادو الحالات اللي كنشوفوا في الغريب كيكون خوف، هذا مساله عادي بالنسبه لضحيه الاعتداء الجنسي، نفسيا هي ضحيه كتخاف و الا تشجعت تبلغ كتبدا تفكر في رد المجتمع، رد فعل المجتمع، المجتمع ديالها القريب والمجتمع ككل، وبالتالي هذا التخوف والتفكير هادشي كيخليها انها تراجع. واش ممكن نتكلموا على يعني تعدد او تباين درجه الخوف؟ حنا مثلا الان كنتكلموا على الحالات ديال الضحايا المفترضين ديال ممثل المكتب الاسرائيلي، ومع هاد التلميذات هاد الواقعة اللي الآن تفجرت وكانت جريدة أنفاس برس هي السباقة لإثارتها، واش ممكن نقول بأنه الخوف يتفاقم أكثر عند القاصرات وهاد التلميذات؟ إيه طبعاً القاصر مازال طبعاً لا بحكم السن ولا بحكم التجربة أحياناً ما كتكونش واعية بأنها ضحية اعتداء جنسي. احيانا هادو قصيرات كانوا في علاقات مع استاذ او اساتذه، وبالتالي يمكن النموذج ديالهم مثلا هو داك الاستاذ. واحيانا هذه قاصر مراهقه يمكن كيبان لها انها علاقه مع الاستاذ وغدا يمكن فيها تكوين اسره ومستقبل الى غير ذلك، لان بحكم السن وبحكم التجربه وبحكم حتى الاسره واش كتساعد واش كتعطي المناعه لابنائها وبناتها في هذا الاطار. لان حنا كنعرفوا هذه المساله ديال العلاقات الجنسيه طابو داخل الاسر، ما كيتحدثش الاب مع ولاده وما كيتحدثش الام مع ولادها وبناتها في هذه المساله. والمدرسه عندنا كذلك كتعتبره طابو، والشارع يعني كياخذ منحى اخر بواحد المنظور سلبي لشيء. كلها كما اقول مؤسسات تنشئه، مازال عندنا التربيه الجنسيه منعدمه داخل يعني كل هذه الفضاءات، وبالتالي هذيك القصر ما عندهاش وعي وكتولي خايفه من الاسره وخايفه قليل الاسر اللي كتفتح المجال كتعطي واحد الحريه لابنائها انهم يجيو ويقولوا اشنو وقع. كاين تحول طبعا داخل الاسره المغربيه، وسائل التواصل الاجتماعي خلقات هاد لي سمارتفون، هادشي خلق واحد النوع لانهم كيشوفوا حالات في دول اخرى كاين امكانيه ديال التواصل الان بار انترنيت وكيعرفوا كيعطيهم نوع من الجراه ونوع من الخبره المعرفه في هذا المجال، وكيقدروا يجيو يقول لك فوالا راه كنت ضحيه اعتداء جنسي اولا ماشي اعتداء جنسي، واش الا قال لي الاستاذ هذه ولا هذه واش هذا اعتداء جنسي، ولا على الاقل كاين رغبه في المعرفه ويطرحوا ملفاتهم. كاين تحول ولكن كاين دائما خوف، لان المجتمع كله كيحاصرك بجميع الفضاءات ديالو، لا الاجتماعيه ولا المؤسسيه ولا كلها كتحاصرك بان هذا موضوع اللي خصو يبقى طابو. لا حنا هنا اليوم منين كنديروا حنا ندوات صحفيه كنبغيو نوصلوا هذه الرساله بانهم ها هما ضحايا اعتداء الجنسيه حاضرين، ما عندوش مناش يخجلوا لانهم هم ضحايا ماشي متهمين، ماشي هما اللي ارتكبوا الافعال، ماشي هما الجنات اللي ارتكبوا الافعال، اللي خصو يخاف ويخجل هو اللي ارتكب الفعل الجرمي. ولكن هادشي خصو تضافر ديال الجهود، خص الاسره تكون حاضره مع ابنائها على الاقل منين يوقع المشكل، وهذا الشيء كيوقع في كل المجتمعات. الاسره يكون القاصر ولا القاصر عنده واحد نوع الجراه انه يبوح بهذا الشيء على الاقل لاسرته، باش هي كتحمل مسؤوليتها لان قاصر هي المسؤوله عليه قانونيا باش يمكن تبلغ. كاين هاد الاشكاليات، الاشكال ماشي قاصر ولا ماشي قاصر، الاشكال في انه كل هاد المعطيات الاجتماعيه والنفسيه والسوسيو الاجتماعية كتخلي ان الهروب للصمت
كيختاروا الصمت. ولكن هاد التحولات كما قلت حنا من ندوات جمعيات اخرى كل فعلا كاين عمل كبير في هذا الباب، وظهرت عندنا حالات اللي كتبوح اليوم بالاعتداءات. اليوم ما بقيناش كنتهموا الضحيه، اليوم ملي كنسمعوا مثلا انفاس كتبات على التلميذات ضحايا الاعتداءات، الناس كلها كتوجه باللوم وكتطلب معاقبه هذاك الجاني والفاعل، بالعكس كتطلب حمايه الضحايا. يعني الوعي بدا حنا كنراكموا فيه، حنا كنراكموا في الوعي في هذا المجال اللي طبعا بغينا نوصلوا لواحد المرحله ديال ان الاعتداء الجنسي واللي عادي ان الانسان يمشي بلا. نعم كتشوف استاذه سيد رئيس من الخطوره بمكان انه الان الاعتداء الجنسي كتكون فضاء التربويه، هي البارح ورافعت على انتم في الجامعه. نعم والان في الثانويات ولا ربما الاعداد، لان ما عرفناش التصنيف الدراسي ديال هاد الضحايا واش هو تلميذات ديال الاعدادي ولا الثانوي، واش ما كاينش خطوره لهذا الامر هذا؟ لا هذه مساله خطيره طبعا، لان انا كما قلت لك في المؤسسات التربويه اللي خصها الاستاذ يكون نموذج. نعم. وخلق اجيال اللي غدا النخبه ديال المجتمع اللي غادي تساهم في تنميه هذا المجتمع، كنخلقوا يعني اجيال اللي عندها اعطاب نفسيه، واللي هذا الشيء كياثر عليهم على مستقبلهم، على الى اثر على شرائح متعدده. وهاد الاجيال كلها ديال الشباب بهذا الشكل، بمعنى احنا كنخلقوا غدا اجيال اللي كلها اعطاب اللي ما غاديش تساهم في التنميه، اللي غياثر على التنميه ديال البلاد، واللي غادي يبدا يخلق لينا شهادات ودبلومات فارغه، انه داخل المؤسسه هذا استاذ كيستغل باش كيعطيهم النقاط، حتى هو راه غادي يكون داخل فيها، وبالتالي داخله في اطار الجنس مقابل النقاط، وبالتالي هادو التلميذات اللي غدا غادي ينجحوا يعني بمستوى وبدون كفاءه ومقابل النقاط، لان عندنا اساتذه لهذا زائد الاعطاب النفسيه ديال التلميذ. طبعا اللي غادي تبقى مخلوعه، هل مرافقه لطول هذا هو الاشكال، بمعنى هاد الجرائم اللي كترتكب عندها تداعيات على مجموعه المستويات، كتاثر على الضحيه، على الاسره، على المجتمع، على الدوله. وانا كنقولها دائما بان تكلفتها باهظه هاد الجرائم ديال العنف الجنسي، وبالتالي يعني اعاده النظر في مجموعه المسائل. انا ملي كتخلي الاستاذ بهذا الشكل ما كاينش مراقبه، ملي كتخلي اي واحد غدا يمكن يكون استاذ فقط لانه عنده بكالوريا ولا عنده اجازه، وما كاينش دي قاعد فو باش يمكن تراقبه يصول ويجول في الفصل عنده، المراهقات في بدايه المشوار ديالهم. ولكن هذه المؤسسات ترفع ولا تدافع على نفسها، تقول لك بان الواقع ما بقاش داخل المؤسسه وقت خارج المؤسسه، وبالتالي فهي في حل من هذه العلاقه المشوهه بين التلميذه وبين الاستاذ. لا، وقت وقع خارج المؤسسه كتبقى السلطه ديالها، لانه هذاك الاستاذ وكان المفروض الاستاذ يعطي المثل لهذيك التلميذات، وعلاقته حتى خارج المؤسسه تكون علاقه استاذ بالتلميذات ماشي خارج المؤسسه، خاصه هم قصيرات وعندك سلطه عليهم، لانك انت اللي كتعطيهم النقطه. السلطه اللي كيكون فيها التكييف للتجار في البشر. طبعا طبعا، لانه عندك سلطه وكتستغل انسان في واحد الوضع ديال الهشاشه. الهشاشه ماشي نتكلموا على، ما ممكنش نتكلم مثلا على علاقه تراضي ولا التلميذه مشات لعندها خاطرها ولا كتبقى السلطه ديال الشركه. لا، ممكنش في التجار بالبشر، هناك مقتضى كيقول بان ما يمكنناش نتكلموا على شي حاجه سميتها الرضائيه في هذه العلاقات، لانه كاين سلطه عند الجاني وكاين هشاشه عند الطرف الاخر باش كتستغلوا جنسيا، وكيكون الهدف ديالك هو الاستغلال الجنسي. كاين مجموعه الجرائم في التجار بالبشر، ماشي فقط الاستغلال الجنسي، راه كاين التجار في الاعضاء ديال الانسان، وكاين مجموعه ديال الجرائم، ولكن حنا كنركزوا بشكل كبير على الاستغلال الجنسي اللي كيعنينا حنا لا كجمعيه ولا كجمعيات اخرى. العنف الجنسي اللي كيتم من خلال مقتضيات قانون التجار بالبشر هو هاد المستويات ديال العلاقه، بمعنى كاين سلطه ديال الجاني على الطرف الاخر، لو ما كانش عنده هذيك السلطه يمكن الطرف الاخر ما يخضعلوش، دونك خضع لانه مارس عليه واحد السلطه وهو كان في مرحله ديال ضعف ما يقدرش يختار. بمعنى ملي كتقول ما كاينش الرضائيه قانونيا، على حسب الاصل في القانون اللي هو القانون المدني، الرضائيه هنا
ونقولوا راه كاين تراضي ايجاب وقبول بين الطرفين، كاين عدم هنا، لان ذاك الطرف الضعيف الهش هش ماشي ماديا فقط، نفسيا واجتماعيا والسن والتجربه الى غير. هذه الوضعيه ديال الهشاشه ما كتخليش عنده اراده الاختيار باش يقرر واش هو راضي او غير راضي، وخاصه عندما نتحدث على قاصر في التجارة البشر كترتفع العقوبه حتى ل 30 سنه. يعني ملي كتكون ما كنتكلموش على مجموعه الشروط اللي كتفرض فاش كيكون الانسان رشيد، لا، اون فوا كنبداو نهضروا على قاصر كنعدم مجموعه الشروط. صافي، قاصر ضحيه كيتعاقب بالتجارة البشر ملي كيستغل السلطه ديالو ضد قاصر، وهذا فيه حمايه كبيره. احنا ماشي اول دوله اللي وضعنا هذا القانون، حنا لأمناه مع اتفاقيه باليرمو اللي هي مجموعه ديال الدول سبقاتنا في السابق، ولكن اليوم على الاقل بدينا كنتكلموا على شي حاجه سميتها التجاره بالبشر في المغرب. كان مذكره ديال رئيس النيابه العامه اللي طالبات وكلاء العامين الملكي باش يكيفوا مجموعه، والوكلاء الملك باش يكيفوا مجموعه ديال الوقائع والافعال على اساس التجاره بالبشر، لان احيانا كيمشيو في اغتصاب ولا كيمشيو في اعداد وكر للدار ولا ما كيمشيوش، لانه مازال القانون 2016 ولكن راه مازال حتى في يعني في التعامل معاه بشكل اللي هو يقدر يعطي يعني واحد الدفعة ويحقق الهدف منه، اللي هو لان جرائم خطيره ديال حنا كنشوفوا مرة قلت لك ماشي الاستغلال الجنسي، كنشوفوا الظاهره ديال المهاجرين كيفاش كيتم استغلالهم في الهجره الى غير ذلك. دونك هذا القانون كان ايجابي للتطبيق خاصه بحال هاد الظواهر. مع الاسف المجال ما كيحتاجش فقط او لا هذا العنف الجنسي فقط القانون وتطبيق القانون والردع، ولكن خص كما اقول دائما تكثيف الجهود ديال جميع المتدخلين في هذا الباب، لانه صعيب نبقاو في دوله اللي يعني غاده في مسار تطوير منظومه حقوق الانسان وكتلائم قوانينها، وحنا كنشوفوا بدا واحد الوعي داخل المجتمع بهذا يعني المنظومه حقوق الانسان، وكان في اخر المطاف لقاو مؤسسه تربويه اعتداء على قصيرات جنسيا من طرف المربي ديالهم مع الاسف، او لقاو بحال هذا ما يقع. اليوم حنا كجمعيه يعني باش ما ندخلش في البوليميك ديال مجموعه ديال الناس في الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، نبغي نقول بانه اولا هذه مساله كتهم الدوله، كتهم المجتمع، كتهم كل الجمعيات الحقوقيه، كتهم حتى الفاعلين السياسيين. يعني المساله كتهم يعني ابناء وبنات هذا الوطن. ثانيا نحن كجمعيه واللي كتدافع واللي مقتنعه بالدفاع وحمايه ضحايا الاعتداءات الجنسيه، بابها مفتوح لا سواء الضحايا الممثل مكتب الاتصال الاسرائيلي ولا لهاد التلميذات القصيرات ولا لغيرهم، من اجل يعني حسب امكانيتها طبعا لا البشريه ولا الماديه، ولكن المبدا والقناعه كتحركنا اكثر فاننا نتبنوا ملفاتهم وندافعوا عليهم. وموقف المبدئي للجمعيه هو يعني الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسيه والمعاقبه بشكل والضرب بشكل كبير على كل من تسول له نفسه انه يمس اطفال وطفلات، يمس نساء، يمس عليهم خاصه الشرائح اللي كتكون ضحيه هي النساء والاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيه، وبالتالي العقاب حتى هو راه كيعطي النتيجه بالاضافه الى تدخل استباقي اللي طبعا غتمارسو كل مؤسسات التنشئه الاجتماعيه. سناء شكلا، انت رئيسه الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، كنت معنا، شكرا جزيلا.